السلام عليكم، معكم مهندس إبراهيم عبد الله. إن شاء الله بهذا الفيديو بدنا نتابع حل مجموعة أخرى من البروبلمز بخصوص موضوع الديتيرمينسي وستابيليتي للفريمز. تمام، إن شاء الله بهذا الفيديو هنحل 6 بروبلمز. تمام، خلينا نشوف أول فريم. عندنا هذا الفريم، من هون عندنا رولر سبورت، عندنا بن سبورت، شكله مربعين. تمام، ببساطة شو مكان شكل الفريم، ما بدنا ننعجد من تعقيد شكل الفريم. ببساطة احنا بدنا نطلع اول اشي عدد الانونز من معادلة r plus 3m. تمام، وبدنا نطلع بعدين عدد المعادلات من معادلة 3j plus سي. طيب عدد الرياكشنز، هاي عندنا رياكشن من هون بن عليها 2 رياكشن، وهون رولر سبورت عليها 1 رياكشن، يعني عدد الرياكشنز اللي هو ار 3 زائد 3 ضرب عدد الممبرز عندنا نحسبهم من فوق لتحت، 1 2 3 4 5 6 7، يعني عدد الممبرز عندنا 7. 3 زائد 3 ضرب 7 21 و24 و3 24، يعني عدد المجاهيل اللي عندنا 24. طب نشوف عدد المعادلات. بداية بنحسب موضوع سي، ما عندنا انتيرير هنجز خلال الفريم، معناته سي يساوي 0. 3J، J اللي هي عدد الجوينتس، والجوينتس هم نقاط التقاء الممبرز مع بعض او الممبرز مع السبورت. طب خلينا نشوف، هاي اول جوينت، هون عندي كمان جوينت، هون عندي برضو 2 جوينتس، وهون عندي كمان 2 جوينتس، هيك صف عددهم 6، 1 2 3 4 5 6. طيب 3 ضرب عدد الجوينتس 6 يساوي 18. اوكي، عدد المجاهيل 24 وعدد المعادلات 18. عدد المجاهيل اكبر من عدد المعادلات، اذا الفريم ان ديتيرمينانت. اوكي، تو ويتش ديجري 24 ناقص 18 يساوي 6، يعني ان ديتيرمينانت تو 6 ديجري. اوكي، وما ننسى الفريم ان ديتيرمينانت and stable. اوكي، نشوف الفريم اللي بعده. هذا الفريم مكون من 3 اضلاع، اوكي، ضلعين عموديات وضلع افقي، وعندنا هون رولر او روكر، تنتين نفس المعنى، 1 رياكشن يعطينا، وهون عندنا بن، هون عندنا فيكست، هون عندنا بن. تمام، لكن هدول اللي هون ما بنعتبرهم سبورت، هدول عبارة عن جوينتس. تمام، هاي جوينت وهاي جوينت. السبورتس اللي عندنا بنحسب لهم رياكشن اللي هي هاي الروكر هاي والبن هاي. تمام، طيب عدد الرياكشنز، هاي عندنا روكر هون 1 رياكشن، وعندنا بن هون 2 رياكشن، معناته R زائد 3M عندنا عدد الرياكشن شو يساوي؟ 3، لأنه 2 1 3 زائد 3 ضرب عدد الأضلاع عندي 1 2 3، 3 زائد 3 ضرب 3 9 و 3 12، يعني عدد المجاهيل 12. هاي هي number of unknowns. اوكي، طيب عدد المعادلات يساوي 3j plus c. تمام، ركز معي وين الفكرة بهذا السؤال. هل عندي interior hinge بهذا الفريم؟ نعم، عندي interior hinge. هاي البن تشتغل شغل interior hinge. هنا fixed عندي المومنت بتضلها continuous، ما في أي hinge، بس هذا بن، ولاحظ معي إنه بن من أسمائه hinge. أوكي، فهذا عندي لما يحط لك جوينت عليها بن، وكأنه بيحكي لك هاي الجوينت عبارة عن انتيرير هنج.
يعني لو يرسم لك اياها هيك او يحط لك عليها بن او كذا افهم انها انتيرير هنج. طيب عدد الممبرز المتصلين فيها 1 2، معناته لهذا الانتيرير هنج سي تساوي عدد الممبرز المتصلين فيها ناقص 1 يساوي 1، يعني سي يساوي 1 زائد 3 ضرب عدد الجوينتس. حكينا عدد الجوينتس نحسبهم كالآتي، هاي عندنا 1 وهون 2 3 4، 3 ضرب 4 زائد 1، 3 ضرب 4 12 زائد 1 يساوي 13. اوكي عدد المجاهيل عندي 12، عدد المعادلات عندي 13، صار عندي عدد المعادلات اكبر من عدد المجاهيل، اذا الفريم على السريع بحكي unstable، عدد المعادلات 13 اقل او سوري اكبر من عدد المجاهيل، تمام؟ يعني هذا الفريم انستيبل. ارجع للرولز اللي شرحناها بالمحاضرة الاولى للديترمينسي للفريمز، اذا كان عدد المجاهيل اقل من عدد المعادلات اذا الفريم انستيبل. اوكي نشوف another problem. امامنا تقريبا نفس الفكرة لكن اختلفت السبورت كونديشنز والجوينتس، تمام؟ يعني نفس الجوينتس فيكست بن لكن سبورت كونديشنز اختلفت، صارت فيكست كانت بن رولر. طيب خلينا نحسب عدد المجاهيل 3 ار زائد 3 ام، عندي هون فيكست 3 مجاهيل، عندي هون فيكست 3 انونز، 3 زائد 3 6 يعني ار 6 زائد 3 ضرب عدد الممبرز عندنا 1 2 3، عندي 3 ممبرز، 6 زائد 3 ب 3 9، 6 زائد 9 15. طيب عدد المعادلات 3j plus c، طيب عندي انتيرير هنج؟ نعم عندي انتيرير هنج. شو c تساوي؟ عدد الممبرز 2 المتصلين بالانتيرير هنج ناقص 1 يساوي 1 زائد 3 ضرب عدد الجوينتس، هي عندي الجوينت الأولى، الجوينت الثانية، الجوينت الثالثة، الجوينت الرابعة، يعني 3 ضرب 4 زائد 1 يساوي 13. لاحظ معي عدد المجاهيل 15 أكبر من عدد المعادلات 13، إذا الفريم is in determinant، تمام؟ to which degree 15 ناقص 13 2، يعني to second degree. and stable الفريم indeterminate and stable. اوكي نشوف البروبلم اللي بعدها. تمام فريم بسيط عندي 2 سبورتس التنتين بن، طب نحسب عدد الرياكشنز، عندي 2 رياكشنز هون 2 رياكشنز هون، يعني r زائد 3 m، r تساوي 4 2 هون و2 هون زائد 3 ضرب عدد الممبرز عندنا 3 ممبر، اوكي 4 زائد 9 13. طب عدد المعادلات 3j plus c، ما عندناش انتيرير هنج، لاحظ لما يرسم لي هيك جوينت مصمت معناته فيكست، يعني قصده فيكست، اوكي ما عندي انتيرير هنج، ما عنديش مفاصل خلال الفريم، معناته c تساوي 0. طب عدد الجوينتس عندي 1 2 3 4، 3 ضرب 4 3 ضرب 4 زائد 0 يساوي 12. عدد المجاهيل 13 أكبر من عدد المعادلات 12، أوكي الفريم indeterminant to first degree and stable، تمام؟ خلينا نشوف البروبلم اللي بعدها. تمام فريم متعدد السطوح، اوكي
تمام، نتعامل معها زي ما نتعامل مع أي فريم ثاني. بدنا أول شيء نحسب عدد المجاهيل. عندنا 2 supports والتنين fixed، هون 3 reactions هون 3 reactions. R يساوي 6، 3 زائد 3 6 زائد 3 ضرب عدد الممبرز. هاي عندنا ممبر 2 3 4 5، يعني 15 زائد 6 يساوي 21. عندي 21 unknown بهذا الفريم لانه الممبرز تبعينه اكثر، لانه الممبرز تبعونه اكثر، فبالتالي زاد عدد المجاهيل اللي عندي. تمام، عدد المعادلات 3j plus c. ما عندي interior hinges بالفريم، معناته c تساوي 0. طيب 3 ضرب عدد الجوينتس، خلينا نشوف عدد الجوينتس. هاي عندي 1 2 3 4 5 6، معناها عدد الجوينتس 6، 3 ضرب 6 زائد 0 يساوي 18. اوكي، عدد المجاهيل 21 اكبر من 18 عدد المعادلات، اذا الفريم indeterminate to which degree. 21 ناقص 18 3 to third degree and stable. اوكي، نشوف البروبلم الاخيره بهذا الموضوع. تمام، عندنا فريم جاي بشكل عرضي، السبورتس له جايين الاثنين على الشمال. عندنا هنا بن سبورت تو رياكشنز، عندنا هون بن سبورت تو رياكشنز. ار يساوي 4، يعني ار زائد 3 ام، الار يساوي 4 زائد 3 ضرب عدد الممبرز. عندنا 1 2 3 9 زائد 4 يساوي 13. عدد المجاهيل 3J plus C. عندنا interior hinge، نعم تمام، C لهذا الانتيرير هنج. عدد الممبرز المتصلين بالانتيرير هنج 1 2 2 ممبرز ناقص 1 يساوي 1، يعني C تساوي 1. عدد الجوينتس اللي عندنا بالفريم، خلينا باللون الاخضر، هي اول جوينت، ثاني جوينت، طبعا انتيرير هنج حسب از جوينت، تمام، وهون ثالث جوينت، هون رابع جوينت. عدد الجوينتس يساوي 4، 3 ضرب 4 12 زائد 1 يساوي 13. عدد الانونز يساوي عدد المعادلات، اذا الفريم is determinant and stable. اوكي، ليش ستيبل؟ لانه عندي عدد الرياكشنز او عدد سوري عدد الانونز يساوي عدد المعادلات، وما عندي cases of instability اللي هي concurrent reactions أو parallel reactions. يعني بتشيك هيك على reactions، support reaction بعقلك على السريع، ما عندي any case of instability. أتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو. إن شاء الله بالفيديو القادم بدنا نشرح موضوع determinacy والstability للtrusses. كان معكم مهندس إبراهيم عبد الله، نشوفكم بالفيديوهات القادمة إن شاء الله، ويعطيكم ألف عافية.